الأعمارنا تكون بين 18 إلى 65، ومن يحضر الحج يكون محصن بجرعة واحدة وتم على الأقل أسبوعين من أخذ الجرعة، أو يكون محصن متعافى. هذه كلها لضمان سلامتهم، كذلك أن يكون الجميع بصحة وبدون وخلوهم من أمراض مزمنة، حتى نضمن أنهم مشيئة الله يكون حج آمن وبسلامة عالية. رغم من توفر اللقاحات، ولكن لا زالت كذلك هناك تحديات في توفر اللقاحات للعالم. فنرى جميع الدول تقريبا عندها حالات، وبعض الدول تعاني من ازدياد الحالات، وكذلك تحدي الآخر ظهور المتحورات، والمتحورات حقيقة حريصة جدا على عدم يعني تنقلها بين الحجاج، أو لا قدر الله انتشارها في دول العالم. لذا يعني حرصنا أن يكون مقصورا على حجاج الداخل، وعدم يعني حضور حجاج من الخارج وانتشار لا قدر الله متحورات جديدة بين دول العالم.